مساء الخير. هل يمكن وقف الواسطة والمحسوبية؟ استمرار الاحتفالات بيوم المرأة ويوم الأم بفعاليات اقتصادية، وما هو الحال للقطاع السياحي في البتراء؟ يجتمع مجموعة من طلبة جامعة الحسين بن طلال في عمادة الجامعة للتخطيط لتنفيذ حملة واسعة المستوى لشد الانتباه نحو قضية الواسطة والمحسوبية على مختلف الأصعدة، منادين بوقف الظاهرة واستنكارها. خلال جلسات أنا أشارك بالجامعة، اتفقنا إحنا ومجموعة من الطلاب أنه نعمل حملات توعوية عشان حملة الواسطة والمحسوبية أنه توصل لناس أكبر ونحد منها. هي حملة توعوية كانت في البداية، بعدها طرأوا بعض الطلاب من ناحية الأعمال الجماعية ممكن تأثر في المجتمع وبعض المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع اللي هي المحسوبية والواسطة اللي بيعاني منها المجتمع أجمع. نشتغل بحملة اسمها أخذ مكاني، هدفها الحد من الواسطة والمحسوبية عن طريق التوعية في المجتمع المحلي سواء في قطاع التعليم أو قطاع العمل أو في القطاعات المختلفة. يعني خريطة التعهدات اللي قمنا بها إحنا طلاب، مجموعة من الطلاب في جامعة الحسين بن طلال بحملة أخذ مكاني اللي بتحدث عن الواسطة والمحسوبية، بدنا نعمل هاي خريطة التعهدات نسخة منها راح تكون نسخة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أنه كل شخص لما يدخل عليها يكتب اسمه وتوقيعه ويتعهد أنه ما يستخدم ولا يلجأ للواسطة والمحسوبية، وراح تكون نسخة منها مصورة راح تتم تحديدها بمكان بالجامعة، بحيث أنه الطلاب وبعض من الدكاترة يعني يكتبوا أسماءهم وتوقيعهم ويتعهدوا بعدم القيام بالواسطة والمحسوبية. عشان نوضح هاي الفكرة راح تكون تسكتشات صامتة، وبنهاية كل فيديو راح نحط رسالة عشان تهدف لكل فيديو. عانت وما تزال تعاني القطاعات السياحية من بازارات، من مطاعم، من فنادق، رغم بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. فالزوار انقطعوا عن زيارة مناطق سياحية، وفي أوقات أخرى قلت الأعداد على مقربة من مدخل زوار البتراء وجبالها العظيمة. نتابع هذا المشهد. بتحدث أنا كمروان علي معمر النواف لواحد مستثمرين في قطاع السياحة في البتراء، عني وعن زملائي الذي عانوا كثير من فترة الجائحة من 15/3/2020 ولغاية الآن. طبعا الجائحة قطعت سبل الرزق عند أصحاب الفنادق وأصحاب القطاعات السياحية سواء أدلة سياحيين، خيول، كذا كذا. أتمنى من الحكومة الرشيدة أنها تقوم أو الحكومات المتعاقبة أنها تساعدنا في أقل ما فيها أن نوفر العيش الكريم لموظفينا اللي تحملنا وجودهم في الفنادق وما صرحناهم. فكانت الإجابة من قبل الدولة ضعيفة جدا، خلال باستثناء الضمان الاجتماعي اللي قام بعدة برامج كاستدامة وكحماية، إلا أنه هاي غير كاملة، يعني راح ندفعها لاحقا ضمن كمبيالات وأقساط شهرية، وهذا عبء كبير كمان راح يكون علينا في المستقبل. بتأسف وبحكي أنه الدولة كأنها بتعتمد أن أو تتعمد أنها تضيق علينا سبل العيش، ما في تقديم أي برامج حماية. وزارة السياحة أطلقت برنامج من خلال الحكومة اللي هو صندوق المخاطر، اللي للأسف لم نستفيد منه نهائيا ولغاية الآن، وحولوا لصندوق التنمية والتشغيل مقابل قروض معقدة الإجراءات. والمبلغ حتى لو كان أي شخص بيقدر يقدم عليه بيكون مبلغ زهيد جدا لا يلبي حاجة المتراكم من ديون. الدولة رفعت الحظر عن كل القطاعات وفتحت البلد، وأحنا المحسوب علينا الآن وأن احنا بنعمل، لكن للأسف ما في شغل. بطلت الجهات المانحة أو تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء والبنوك أنها تساعدنا في تخفيض في
تأجيل أو تخفيض نسبة الدفع. فالآن أنا بشتغل كمروان بشتغل للبنك، الكهرباء راح تنقطع عني لأني مش قادر أدفع الكهرباء مقابل أنه أدفع للبنك، والعكس صحيح. فأنا برجو من أصحاب القرار انتبهوا للموقع الأثري المميز اللي هو البتراء وسكانه والمستثمرين داخله، لأنه الوضع إذا استمر على النحو التالي أو النحو اللي احنا فيه راح يكون في عندنا مشاكل مادية كبيرة جدا، ممكن أنه نخسر كل شيء. هو مش موضوع خسائر، الموضوع أنه تراكم ديون بالإضافة مضافة إلها قلة شغل، فهذا بتراكم شهر عن شهر بتراكم العبء أكبر وأكبر. الحجم الدخل لا يعادل حجم الإنفاق، يعني الرنين كوست تبع الفنادق أعلى من دخلها بكثير. وأنا بعزي هذا الحكي كله للإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا من قبل الدولة. في شهر 9 تبشرنا خير، فصار فيه حجوزات واشتغلنا والحمد لله. شهر 11 كان شهر تفأنا في أنه يستمر الشغل في شهر 12 وشهر 1 على الوتيرة هاي، وكان في حجزات ممكن تغطي في بعض الفنادق ل 50-60% على شهر 12 وشهر 1 وكذا. لكن إعلان الإعلان من خلال الشفافية عند الحكومة في عدد أصابات كورونا والنسبة الإيجابية فيها عملت الأردن على القائمة الحمراء. فأنا بحكي لك مثال، كانت نسبة الإشغال عندي في شهر 12 تتجاوزت 80%. لما صار الإعلان عن الأرقام الفلكية ونسبة الإيجابية في حالات كورونا، نزلت نسبة الإشغال من 80% إلى 7%، وهذا مش علي أنا لحالي، على كل الفنادق، وكان يأخذوا الإحصائية من قبل وزارة السياحة. شهر 1 وللأسف كنا متأملين خير أن يكون بداية خير، لكن نسبة الإشغال نزلت من 60-65% إلى 3%، يعني إحنا ما اشتغلنا شيء ومطلوب منا كل شيء. شهر 2 من أول الشهر لغاية 10 الشهر كانت نسبة الإشغال 0. الآن بدينا نأخذ شوية حجزات ممكن ترتقي فينا لنسبة 8-10%، وهذا رقم غير مشجع أنه نستمر. وإذا ما استمر الحال على وضعه أتوقع أنه نسكر أفضل لنا. لقد عانت المنطقة السياحية والقطاعات السياحية في البتراء خلال العامين الماضيين من أزمة، وذلك بسبب جائحة كورونا التي عمت العالم بأسره، مما أدى بالقطاعات السياحية في البتراء إلى تسريح معظم الموظفين وإقفال معظم النشاطات السياحية في البتراء لعدم وجود وافدين سياحيين إلى المنطقة، مما حدا بالحكومة لتلطيف وضع الموظفين ببرنامج استدامة لدعم بعض الموظفين على مدى العامين الماضيين، إلا أنه منذ شهر تشرين الثاني الماضي تعافت المنطقة والحمد لله، وأدى ذلك إلى رواج سياحي نسبيا مقارنة مع العامين الماضيين، مما أدى إلى رجوع معظم الموظفين إلى أماكن عملهم وسير العجلة الاقتصادية. ولو أن هذا السير كان بطيئا إلا أنه أفضل من العامين الماضيين. نتطلع إن شاء الله في الأيام القادمة أو الأشهر القادمة أن يكون هناك دعما للقطاعات السياحية في لواء البتراء عن طريق هيئة تنشيط السياحة، ورصد مبالغ تكون أكبر بإذن الله لترويج المنطقة سياحيا واستقطاب وفود سياحية إلى منطقة البتراء، حيث أن السياحة في هذه المنطقة هي العصب الأساسي لكل المنطقة ولكل ساكني هذه المنطقة، كونه لا يوجد أي نشاطات تجارية أو صناعية في المنطقة وتعتمد بشكل أساسي على السياح. بعد الفاصل نتابع استمرار الاحتفالات بيوم المرأة ويوم الأم بفعاليات اقتصادية. أهلا بكم مجددا. انطلق بازار يوم الأم لمساعدة السيدات في ملتقى سيدات إربد بهدف دعم الحلقات التسويقية للسيدات صاحبات الأعمال المنزلية والإنتاجية ووصولهن لأكبر عدد من الناس. نتابع.
طبعا بازار يوم الأم هو انطلق هذا الاسم كونه احنا هلا قريبين من يوم الأم، وحبينا يكون هالبازار انطلاقة لنساعد هالسيدات اللي موجودات معنا ببازارنا. احنا ملتقى سيدات إيربنت جروب على الفيسبوك، فالسيدات المشتركات معنا هم أعضاء هذا الجروب، بنساعد هدول السيدات من خلال هذا التجمع وتنظيم هذا المكان بنادي المعلمين لحتى تكون فرصة للسيدات المنتجات والعاملات من منازلهم انهم يسوقوا مشاريعهم بطريقة مرتبة ومنظمة، ولحتى نوصل الى هالمنتج البيتي والمحلي لاكبر عدد من الناس. وسيلتنا للتسويق اللي هي البازارات، اشتركنا بالبازار هذا مشان نسوق منتوجاتنا، في عندي عدة منتوجات اشتركت فيه مشان انه نسوق منتوجاتنا، واحنا هذه الوسيلة التسويق الوحيدة اللي لنا متاحة في إربد، يعني الاشتراك في البازارات من بازار لبازار. نطالب مثلا، طالبنا كذا مرة الاتحاد، كان الاتحاد الجمعيات الخيرية عارض انه يعطينا يعمل البازار شهري، بس ما بعرف شو اللي صار عندهم. بقدم معجنات، مأكولات شعبية، مكمورة، مطبق بصل، زعتر، سبانخ، كل هاي التراث القديم حاليا مشتغل فيه، وتبولة، ورق عنب، كبة عبادية، كبة مهبلة، كبة مقلية، وجميع المعجنات اللي الناس اللي بتاكلها يعني مثل صنيورة، لبنة، زعتر، كشك، سبانخ، بيتزا، كل هاي بنقدمها بالبازار. عندي طاولة منتجات مغربية، نجمة المغربية، منتجاتنا كلها من المغرب بنستوردها، كلها منتجات طبيعية حاصلة على موافقة من الغذاء والدواء، وتحصل على بايو أيضا، كلها مواد طبيعية للعناية بالبشرة وبالجسم. وإحنا دايما هون بالبازار كل ما يرتبوا هذا البازار إحنا دايما نحرص إنه نشارك. البازار كتير بيضيف لنا، بيزيد عدد زبائننا، حتى احنا متعرف على بعض كسيدات صبايا، ندعم مشاريع بعض، ندعم صفحات بعض، بنضيف لبعض حتى زبائن، يعني تبادل زبائن بيصير بيناتنا، وفرصة كتير حلوة انه يزيد عدد، يعني نعرف اكتر. احنا عنا صفحة اونلاين، احنا شغلنا اونلاين لانه ما عنا محل نعرف فيه، فكتير حلو البازار، بيدعم الاقتصاد الوطني وبيدعمنا احنا كمان. وبمناسبة يوم المرأة العالمي، ومن باب مساهمة جامعة الحسين بن طلال في المسؤولية المجتمعية، أقيم معرض للمنتجات وحرف السيدات والجمعيات لدعم برامج التمكين المرأة اقتصادياً. اليوم شارك في معرض جامعة الحسين بن طلال لتمكين المرأة، بمناسبة تمكين المرأة اليوم. أنا عندي طاولة إلي مشغولات يدوية، إكسسوارات بالأحجار الكريمة، عمر مشروعي تقريبا 6 سنوات. أنا بجيب المواد الخام من عمان، بشكل هذه الأشياء، أنا بسوي مسابح، إكسسوارز، أطواق، أساور، خواتم، حلقان، إشي بخص السيدات، وفي إشي بخص الرجال، في ميداليات نحفر عليهم الأسماء. هدف من المشروع أني أنا أم لخمس أطفال، وهذا المشروع أنا فاتحي منه بيت ومعيشي أسرتي منه. المشروع هو صابون طبيعي ومنتجات طبيعية خالية من أي مواد كيميائية. إحنا بلشنا مشروعنا من 2 بالشوبك، بس بسبب ظروف كورونا توقف، وإن شاء الله راجعين بقوة حاليا. هلأ إحنا شاركنا بهذا المعرض لأنه بيستهدف المرأة، ويعني بدعم المرأة ومشاريع المرأة الصغيرة. بمنطقتنا هلا ما في موجود اماكن معينه نعرض فيها المنتجات، لهيك احنا بنستهدف المعارض والبازارات لعرض هاي المنتجات وتطويرها ان شاء الله. انا موجوده هون بجامعه الحسين بن طلال بالبازار بمناسبه اليوم المراه العالمي. هلا احنا جينا حتى نعرض منتجاتنا، بعض المنتجات اللي بموضوع الانتاج الغذائي، وحابه كمان اعرف طلبه جامعه الحسين بمشروعنا الريادي المميز اللي هو عاملين مشروع أشبه بالمطعم. جمعنا السيدات اللي عندهم مطابخ إنتاجية بمنازلهم وشغلناهم معنا بهذا المحل. بتقدروا طلاب الجامعة اللي مشتاقين لأكلات أمهاتهم إنه يجون على هذا المحل ويأخذوا الوجبات اللي بدهم إياه، وعندنا وجبات كمان مخصصة بشهر رمضان، وهو مشروعنا ريادي لأول مرة. حرف يدوية بالشمع البرافين والصابون الجريسالين والإكسسوارات. شاركت هون بالجامعة عشان إني أصوغ تسويق لشغلي، والحمد لله إن شاء الله هسه كمان ساعة ساعتين بيجوا الطلاب والموظفين عشان يشتغلوا من منتجاتنا. نحن بنناشد كل السيدات يفوتوا معنا في الحرف اليدوية لتصنيع الصابون والشمع للإكسسوارات
للمأكولات الشعبية، حلو المشاركة للسيدات يعني بدل قاعدات في البيت وعاطلات عن العمل، حلو انك تستفيدن في شغل كان انه يكون معك الانتاج طلع المصروف طلع المواهب كان. وانا الحمد لله يعني اساس جمعية باسم جمعيتنا جمعية درة الجنوب الخيرية، بنعمل دورات فيها عشان للسيدات يستفيدوا من عندنا الدورة ويطلعوا يشتغلوا فيها في البيت. بعد قليل نتابع. الطريق إلى قرية حاتم في محافظة إربد معبد بالحفر. نتابع أخبار الدار من حاتم، وهي بلدة تقع في الشمال الغربي لمدينة إربد على بعد 16 كيلومتر، وتتبع إداريا للواء بني كنانة. سكانها وزوارها عليهم يوميا أن يمروا بهذا الطريق. في عندك على المثلث حاتم في حفرة بيجي بفل عنها بتلاقي واحد ثاني قباله، يعني هذيك اليوم حادث صار بسبب الحفرة. كذلك الأمر تنزل نزول حاتم كذلك أمر. في عندك مع عند البلدية يعني حفر بتنزل لتحت عند جهة المطاعم كذلك أمر، بتنزل للحارة تحتها بحارة العودات كذلك الأمر. يعني وين ما بتيجي في جوار، يعني والله مش عارف يعني شوارع داري إيش بيغضب وجه الله. الميزانية التي تدفعها وزارة البلديات أو تخصصها هي عبارة عن 1,100,000 دينار. لو تم توزيعها على الشكل يتم توزيعها على الشكل التالي: 800,000 رواتب، 200,000 محروقات وإنارة، فيبقى من 1,100,000 عبارة عن 100,000. هل 100,000 تكفي لسفلة الشارع واحد من هذه التجمعات السكنية والمناطق الأربعة؟ طبعا لا تكفي. نحن نناشد وزارة البلديات ووزارة الأشغال وشركة الكهرباء بأن تكون مخصصات البلديات تستطيع من يستطيع من خلالها رئيس البلدية واللا مركزية بأن يقوموا بخدمة المواطن. أما أنا أجي أعمل انتخابات بلدية ولا مركزية وأضع رئيس البلدية على الكرسي فقط بدون مخصصات؟ لازم يعني يكون عنده مخصصات اللي تخدم المواطن. أنا من إحدى الناس اللي تعرضت لهذا الموقف. أنا وقعت سيارتي بالجورة، انكسر عندي الدرم والكفة والجنط وكثير تأذيت، وراح من السيارة حتى جيدات، ورحت بلغت البلدية بهذا الإشي، حكيت لهم أنه أنا السيارة هيك صارت معي، حكولي بتراجع الأشغال العامة. رحنا على الأشغال ما أعطونا نتيجة، قالوا إن شاء الله في لقدام نظبطها ولسه زي ما هي موجودة الحفرة. ومش بس حفرة واحدة، يعني بالنسبة للشوارع كثير سيئة بين حاتم وإبدر. يعني بنتمنى أن رسالتنا تصل للبلديات لمديرية الأشغال العامة، يعني يجوا يشوفوا الشوارع كيف نظامها. فقدمنا ما يقارب 40,000 متر مربع في منطقة الفرجة ومنطقة الظهر ومنطقة الضرامة ومنطقة أم العويص. فقدمنا هذه الخدمات وتركنا وسط البلدة، لكن بسبب أنه حل المجالس البلدية قبل أوانها بنصف سنة كنا قد أخذنا قرار بخلطة أسفلتية ناعمة من موازنة البلدية لتعبيد الشوارع داخل البلدة، ولكن فوجئنا بحل المجالس البلدية قبل أوانها بنصف سنة ولم يسعفنا الحظ في ذلك. وهناك أسباب كثيرة على حسب الأولويات ولا حسب الموازنة في البلدية. يجتمع في الكرك عدد من ريادي الأعمال لتنظيم مسابقة نوبل لريادة الأعمال. فمن بعد جائحة كورونا وبسبب الخسائر في قطاع الأعمال وارتفاع معدلات البطالة، كان لابد على مشروع الفائز أن يلبي حاجة السوق والمساهمة في تخفيف حدة البطالة. وهذه هي التفاصيل. لا تقتصر ريادة الأعمال على الوظائف البسيطة الشخصية فحسب، ولتوسيع رقعة عملها ووصول فكرة ريادة الأعمال لشرائح المجتمع، تنظم المسابقات التي تستهدف طلاب الجامعات مثل مسابقة هولت برايز في جامعة موتا.
حبيت أشارك في مسابقة هالتي برايس أنا والتيم تبعي اللي هم فاروق رجب أحمد دلبيح. حبينا نكون اسم التيم خاص بالمسابقة راح تكون موجودة اللي هي عن البطالة، فسمينا التيم تبعنا جوبليس يوث اللي هم الشباب العاطلين عن العمل، وهذا حال هاي مشكلة بتواجهها أغلب الشباب في مجتمعنا. فإحنا طلعنا بفكرة بيزنس اللي هو تانج أز بيزنس، اللي هو كيف يكون لسانك بيزنس إلك وطريقة عشان تشتغل وتأمن وظيفة، بحيث أنه يكون عندك أكثر من لغتين. في هذا الحال أنت راح تكون جايد أو دليل سياحي للسياح اللي ممكن يجوا على البلد، وتساعدهم وتدلهم على الأماكن السياحية الموجودة أو الأماكن الشعبية الموجودة. اليوم أنا وفريق إيكو جوردز محمد الصراير وأستاذ جمال دراتي ومؤمن الشملي عملنا مشروع اسمه رؤية الكربون. المشروع بيهدف لحل مشكلة المياه من الجذور عبر حصاد مياه الأمطار ومياه الجو، وأيضا عبر التقاط ثاني أكسيد الكربون السبب الرئيسي للمشكلة. مشروعنا بيهدف لخدمة المجتمع عن طريق توظيف كثير من المهندسين والعملاء والعاملين العاطلين عن العمل، وأيضا توفير مياه للمجتمع المحلي وتوفير منتجات محلية جديدة بدلا من استيرادها. هالتي برايز هي أول وأكبر مسابقة عالمية لريادة الأعمال تستهدف طلبة الجامعات، همها أنه تحل مشكلة مجتمعية عن طريق بزنس أو عمل تجاري يفيد المجتمع وبرضه صاحبه. هالتي برايز كل سنة بيكون إلها عنوان جديد أو مهمة واحدة لحتى يختاروا المشاريع على أساسها. هاي السنة همها أنه تحل أحد معضلات جائحة كورونا، وهي أنه كورونا سببت في خسارة 255 مليون شخص لوظائفهم الدائمة. كيف ممكن نحل هاي المشكلة؟ عن طريق مشروع ريادي. هذا المشروع الريادي لازم يوظف 2000 شخص بحلول 2024. همنا التوظيف، همنا أنه المجتمع يستعيد عافيته من ناحية الأعمال. طبعاً المسابقة لها 5 سنين في جامعة مؤتة، وطلاب جامعة مؤتة سابقوا في مراحل جميلة على مستوى الإقليمي في فيينا، في دبي، وفي بعضهم كان رح يكون بسبب كورونا ما قدروا يطلعوا على بريطانيا. من بعد جائحة كورونا وبسبب الخسائر في قطاع الأعمال وارتفاع معدلات البطالة، كان لابد من توجيه الجائزة لهذا الجانب باختيار المشروع الريادي الذي يغطي شروط المسابقة لتطبيقه على أرض الواقع. في نهاية الحلقة نشكر لكم متابعتكم. هذه قصص أخبار الدار اللي بعدها طلبة الجامعات من مختلف المحافظات. اقبلوا تحيات فريق العمل، نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.